مساكم الله بالخير. اليوم نستعرض أحدث 7 مشاريع في البحرين، المشاريع الجديدة اللي راح نستعرضها للسياح اللي راح يزورونا في العيد وبعد العيد إن شاء الله. المشروع الأول ديستريكت 1، وهو مشروع قريب من جسر الملك فهد. هذا المشروع عبارة عن مطاعم ومقاهي ومحلات تجزئة متنوعة في مكان طولي متنوع. هذا المكان بالليل يعج بالسياح من بعد المغرب إلى الليل، ما تلقى لك مكان تماما في هذا المكان الجميل، وأعتقد أن تصميمه أيضا جميل وموفق، لذلك نلاقي شعب البحرين كله فيه. المشروع الثاني عبارة عن ممشى ذا وارف، والمكان موجود في خليج البحرين، مكان جميل جدا، أطلالة على الفور سيزن مع أكشاك للمطاعم وبعض المقاهي ذات الأطلالات الجميلة على مجرى مائي جميل جدا. أيضا يمكن الاستفادة من هذه المشروع بأخذ قارب البيتزا أو القارب اللي يأخذك لفة في حدود ربع ساعة في المكان. المشروع اللي بعده دلمونيو مول، أحدث وجهة ترفيهية في البحرين. دلمونيو مول مو بس نوافير راقصة ولا أكواريوم للسمك، دلمونيو مول متعدد، أيضا في مكان جميل للألعاب الأطفال، في حلبة تزلج، في ملعب كرة قدم، أكواريوم للسمك، يعني كثير كثير من الأمور. أيضا عندهم قاعة جميلة جدا، سقف هذه القاعة عبارة عن شاشة متكاملة، كل ما تقعد في المكان وتتغير الشاشة راح تحس انك في وضع وجو جديد. صراحة المكان مميز وانصح الجميع بزيارته، المول في جزيرة دلمونيا. اللي بعده زلاق سبرينغ، واحة البحرين الصناعية، والواحة عبارة عن مطاعم ومقاهي قليلة مو بوايد، لكن قعدت وايد جميلة. شكسبير اند كو، عندنا كابري، عندنا فينيس، عندنا بعض المقاهي ايضا اللي موجودة وحاليا فتحت. المكان جميل ويشرح النفس، خصوصا اذا كان عندك اطفال ويشوفون الطيور الفلامينغو. المشروع اللي بعده هو مشروع سعادة. مشروع سعادة ايضا مطاعم ومقاهي مطلة على البحر. الجميل انه يقع بين الجسرين، بين جسر المحرق وجسر المنامة. تقريبا المحل 70% اكتملت المحلات اللي فيه، وتقدر تاخذ ايضا رحلة بحرية ما بين المحرق والمنامة من نفس المكان، سعرها دينارين بس. المشروع اللي بعده السوق التايلندي. السوق التايلندي موقعه في ديار المحرق بالقرب من السوق الصيني، وهو تجربة جميلة، مطاعم، محلات تجزئة، اغلبها جاي من تايلند. يعني ما يحتاج اليوم انك تزور تايلند، تقدر تزور تايلند